مبروك لكل أعضاء وجماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، وكل محبي القلعة الحمراء البيت الكبير النادي الأهلي في كل أنحاء العالم. النادي الأهلي صاحب الشعبية الأكبر على المستوى المصري والعربي والأفريقي، وبالتأكيد مكانته المتميزة والمرموقة عالميا طبعا بإجماع الآراء ووفقا للتصنيفات الرسمية في العالم لأكثر الأندية تحقيقا للبطولات والإنجازات، وما هو معروف على مستوى النادي الأهلي محليا ودوليا من استمرار عملية ومسيرة التطوير والتنمية من جيل إلى آخر ومن مسؤول إلى آخر ومن مجلس إدارة إلى آخر. بتبدأ اليوم أو بيبدأ اليوم حلم جديد، تبدأ أولى خطوات تحقيقه في النادي الأهلي بتسليم الهيئة الهندسية أرض التجمع لبدء أعمال التشييد والبناء في الفرع الرابع. التفاصيل بتقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام اليوم الأحد بتسليم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض فرع النادي الجديد في التجمع الخامس للبدء في إنشاء الفرع الرابع، وذلك في حضور اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطبعا اللي شاركوا بالحضور في مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد في التجمع الخامس، واللقطات قدام حضراتكم على الشاشة من هذه الاحتفالية صباح اليوم. وكان النادي الأهلي قد انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية اللي كان السعي فيه الوصول إليها من أجل تحقيق كل احتياجات وكل ما يتمناه أعضاء النادي الأهلي، وأفضل أنواع ومستوى من الخدمات الخاصة بالأندية على مستوى العالم تقدم من خلال الفرع الجديد إن شاء الله لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى واللي بتنتهي إن شاء الله في غضون عام من الآن. قال في هذا الإطار وفي هذه الاحتفالية صباح اليوم أكد على أكثر من معنى مهم جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. قال الكابتن الخطيب وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس يوم تاريخي ونجاح لمؤسسة الأهلي. الكابتن محمود الخطيب أعرب عن سعادته بوضع حجر الأساس اليوم لفرع النادي الرابع في التجمع الخامس. وأضاف الكابتن الخطيب خلال الكلمة التي ألقاها في حفل وضع حجر الأساس وتسليم أرض فرع التجمع الخامس إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في أعمال تشييد وبناء الفرع الرابع للنادي أنه يرحب بالضيوف اليوم، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع السادة الحضور. وأوضح أن حدث اليوم يبقى يوما وحدثا تاريخيا يمتد إلى السلسلة الذهبية من النجاحات والإنجازات لرحلة مجالس الإدارات المتعاقبة على والتي تعاقبت على إدارة النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907. وأشار إلى أن العمل داخل النادي الأهلي يقوم على مبدأ تسليم الراية من مجلس إلى آخر للبحث عن استمرار النجاحات التي تسير وفقا لقيم ومبادئ وأسلوب العمل في النادي الأهلي، والذي يعد نموذجا للجميع على كافة المستويات. وأضاف الكابتن محمود الخطيب قال أن تدشين مقر النادي في الجزيرة أعقبه تفكير الفريق مرتجي في ذاك الوقت في إنشاء فرع النادي الثاني في مدينة نصر، وقام مجلس الكابتن عبد صالح الوحش بشراء الأرض، وقام مجلس الكابتن صالح سليم بالتنفيذ، ثم جاءت فكرة فرع النادي في الشيخ زايد في مجلس أو خلال فترة مجلس الكابتن صالح سليم، وتم إنجازه في عهد الكابتن حسن حمدي، والذي شهد مجلسه تأسيس أول مبنى اجتماعي في الفرع الثالث أو فرع الشيخ زايد. وأوضح أن المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر قام بافتتاح المرحلة الأولى من فرع زايد في عهده، ثم قام المجلس السابق بشراء أرض التجمع الخامس. وأكد الكابتن الخطيب في تفاصيل أكثر عن عملية الاستمرار في عملية التطوير والبحث عن أفضل آليات لتأسيس وإنشاء الفرع الرابع في التجمع الخامس، قال إنه عندما تسلم المجلس الحالي المهمة للبدء في تشييد الفرع الرابع وجد بعض الأزمات الخاصة بطبيعة الأرض اللي كانت مخصصة في البداية لإنشاء أو إقامة فرع التجمع الخامس في ذاك الوقت، ومن ثم طلبنا من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان آنذاك ورئيس الوزراء الحالي استبدال الأرض بأخرى جديدة من أجل البدء في أعمال تشييد وبناء الفرع الرابع، وقد تم هذا الاتفاق مع الحكومة المصرية ومع وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، وتم استبدال الأرض بقطعة أرض أفضل منها في طبيعتها الممهدة أو المؤهلة بشكل أفضل، وده كان سعي المجلس الحالي برئاسة الكابتن الخطيب لإيجاد أرض مناسبة أكتر لكل أغراض إنشاء الأندية وكل ما يتطلبه هذا الأمر من مساحة محددة بطبيعة محددة للأرض تسهل مهمة أو تقوم أو توفر المناخ المناسب لأفضل شكل ممكن لإنشاء نادي أو فرع جديد يليق بمستوى وطموحات وتطلعات أعضاء
وجماهير النادي الأهلي، وطبعا سعي المسؤولين في النادي إلى توفير أعلى درجة ممكنة من الجودة في كل ما يتعلق بالإنشاءات والخدمات والملاعب وكل المجالات اللي هتبقى متوفرة والخدمات اللي هتكون إن شاء الله متوفرة في الفرع الجديد أو الفرع الرابع في التجمع الخامس. وأضاف الكابتن الخطيب أن العمل داخل النادي الأهلي اللي بيعد الأول قاريا وعربيا من حيث الشعبية والنجوم وعدد البطولات يسير وفق نظام معهود وموروث تاريخيا يتمثل في تبادل الأجيال الراية في جميع المجالات. وأشار إلى أنه سعيد ببروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي نثق بشدة في نجاحها في تقديم فرع متميز ومشروع رياضي ضخم يمتد إلى سلسلة نجاحات الإنشاءات والهندسة المعمارية في مختلف أنحاء الجمهورية التي حققتها ونفذتها وقامت بها خلال الفترة السابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور هذا اليوم والمشاركة في هذه الاحتفالية، وأكد أنه كان حاضرا في العديد من الإنجازات الإنشائية والرياضية التي نجح النادي الأهلي في تحقيقها خلال الفترة الماضية والتي تعكس مدى الجهد المبذول من الجميع للحفاظ على نجاحات وقيم ومبادئ النادي الأهلي. وأضاف أن الأهلي اتجه أيضا لتدشين فرع له في الصعيد في مدينة الأقصر من أجل توسيع قاعدة الانتشار، وأكد أن الفترة المقبلة إن شاء الله تشهد العديد من المشروعات اللي بتتناسب مع اسم وشعبية النادي الأهلي، واللي كان بالفعل المجلس حريص على تلبية هذه المطالب وطبعا التوسع والامتداد المطلوب للنادي الأهلي في أكثر المدن والمحافظات المصرية تلبية لرغبات محبي وعشاق النادي الأهلي والأهلوية بشكل عام اللي عايزين يلاقوا نفسهم مرتبطين بالكيان بشكل مباشر وموجودين في مقرات وأفرع مختلفة في المدن والمحافظات المصرية. وهي الخطة إن شاء الله اللي بيستهدف النادي الأهلي القيام بها خلال الفترة القادمة تدريجيا، وبدأت بالفعل من خلال التفكير في هذا الفرع في الأقصر أو إيجاد هذا الفرع في الأقصر كخطوة أولى نحو التوسع لتلبية رغبات ونداءات محبي النادي الأهلي في كل أنحاء مصر. واختتم الكابتن الخطيب كلمته بتوجيه الدعوة إلى الجميع للعمل دائما وفق أسس وقيم ومبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي والتمسك بالمعايير والسلوكيات التي نشأنا عليها داخل الأهلي للحفاظ على سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تتحقق على كافة المستويات. طبعا هنا احنا لسه بنشوف لقطات وبعض الفيديوهات اللي شفناها مع حضراتكم من طبعا احتفالية اليوم وتسليم هذه الأرض إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حضور اللواء الفار رئيس الهيئة والدكتور صبحي وزير الشباب والرياضة وكل المسؤولين وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس ونخبة من الحضور. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كانت حريصة على المشاركة في هذا الحدث الرياضي المصري الأهلاوي المهم جدا، وطبعا واللي هيكون فيه اهتمام ومتابعة له على كافة المستويات مصريا وعربيا وأفريقيا إلى حين افتتاح إن شاء الله اليوم الأول ودخول الأعضاء في أول يوم لاستقبال أعضاء النادي الأهلي في مقره الجديد إن شاء الله فرعه الرابع في التجمع الخامس. هنا اللافت للنظر دايما قيم ومبادئ النادي الأهلي والتأكيدات اللي أكتر من مرة سمعناها في كلمات الكابتن خطيب اليوم على ذكر كل ما قدم من جهود عن طريق المسؤولين السابقين والمجالس السابقة، وأن النادي الأهلي دايما بيبني على كل ما تحقق في المراحل السابقة، ودي سمة من سمات النجاح والإدارات الناجحة في العالم كله، أني أبدأ من حيث انتهى الآخرون أو السابقون، مش أحاول أنسب لنفسي الفضل وأنهي طبعا أو لا ألتفت إلى ما قدم في المرحلة السابقة على تولي المسؤولية لأي شخص. بالعكس النادي الأهلي امتداد دايما مجالس إدارته للمجالس السابقة وللمجالس اللي تعاقبت على إدارته، وكل واحد بيحاول يفكر أو كل مجلس بيفكر كيف يبني وكيف يحقق أقصى استفادة ممكنة من الجهود اللي بذلت في المراحل السابقة أو الماضية، ودي سمات النجاح والإدارة الناجحة في العالم كله، واللي دايما بتنظر بفكر التكامل والتنسيق بين حتى الإدارات المتعاقبة حتى يستمر العمل والنجاح والتطوير اللي دايما مطلوب ودايما بيبقى فيه سقف عالي جدا لطموحات أعضاء ومحبي وجماهير النادي الأهلي بحجم الخبرات والثقة في القدرات الموجودة والكيانات المتميزة وأصحاب الخبرات المتنوعة الموجودين في مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ليكملوا ويحققوا المزيد من الإنجازات ويكتبوا سطور جديدة ومضيئة في تاريخ النادي الأهلي تضيف للإنجازات الكبيرة اللي تحققت منذ نشأة هذا النادي العريق والكبير النادي الأهلي عام 1907. في نفس الاحتفالية أكد الدكتور أشرف صبحي وقال الأهلي اعتاد على البناء والتطوير وإنشاء الفرع الرابع للنادي يحمل معاني كثيرة.
دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعرب عن سعادته البالغة بمشاركة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وضع حجر الأساس والبدء في تدشين وإنشاء فرع النادي في التجمع الخامس، وتسليم أرض التجمع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي أقيم عصر اليوم الأحد للبدء في عمليات إنشاء الفرع الرابع أو الفرع الجديد للنادي الأهلي. وقال وزير الرياضة: حضورنا اليوم لم يعد شيئا جديدا، بل أصبح أمرا معتادا من أجل مؤسسة بحجم النادي الأهلي اعتادت على أعمال البناء والإنشاء وتطوير منظومة الاستثمار في الرياضة المصرية. وأشار أيضا الوزير إلى أن الإعلان، طبعا الدكتور أشرف صبحي أشار إلى أن الإعلان عن بدء العمل في إنشاء فرع الأهلي الرابع في التجمع الخامس له معاني كثيرة، وأنه بيتمنى التوفيق لمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وأشاد أيضا دكتور أشرف صبحي بالشراكة بين الأهلي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار، التي تقوم بالتعمير والقادرة على إنجاز فروع النادي بالشكل الهندسي الذي يليق باسم ومكانة وتاريخ النادي الأهلي، ويلبي طموح ورغبة أعضاء النادي الأهلي، ويكون استكمال لأفرع النادي الأخرى. واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته متمنيا المزيد من التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وقدام حضراتكم على الشاشة طبعا لقطات من الحدث فيها الكابتن محمود الخطيب خلال إلقاء الكلمة، والدكتور أشرف صبحي، وكل من اهتم وشارك بالحضور، ونخبة من السادة الحضور اللي كانوا متابعين اليوم لتدشين أو وضع حجر الأساس في فرع النادي الجديد أو الفرع الرابع والفرع الجديد في التجمع الخامس. وطبعا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار. برنامج بدني، هننتقل طبعا احنا بنتمنى المزيد والمزيد من الانجازات والنجاحات، وطبعا زي ما في عمليه تطوير في الفتره اللي فاتت الكل تابع انها كانت مستمره في افرع النادي ومقرات النادي المختلفه، سواء كنا بنتكلم عن الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، على مستوى الانشاءات والخدمات تحقيقا وتنفيذا لبرنامج عائله الاهلي وكل ما يلبي كل احتياجات والاحتياجات المختلفه والمتنوعه لاعضاء النادي الاهلي، اصحاب الفئات العمريه المختلفه من الاطفال الى الكبار، الرياضيين، رواد النادي اللي بيستمتعوا بالنادي بشكل عام حتى بعيدا عن ممارسة الرياضة أو عن ملاعب الرياضة، التنمية والتطوير في النادي على مستوى الخدمات وعلى مستوى الإنشاءات وعلى مستوى جودة حتى الأداء الرياضي وتطوير منظومة الرياضة، فضلا عن طبعا التميز في قطاع البطولة اللي ما زال يحقق كل يوم المزيد من الإنجازات في النادي الأهلي، سواء كنا بنتكلم عن كرة القدم أو على مستوى كافة الرياضات واللعبات الأخرى. هننتقل من هذا الأمر وإن شاء الله يكون في المزيد والمزيد، وهنتابع مع حضراتكم خلال الفترة القادمة كل خطوة بتتم وكل إنجاز جديد بيتم، وكل يوم هنتابع المراحل اللي بتتم العمل عليها أو بيتم العمل عليها والانتهاء منها إن شاء الله تكون بنفس الجودة المرجوة والتي تم الاتفاق عليها وأكثر، وفقا للمخطط العام للفرع الجديد أو الفرع الرابع في التجمع الخامس. هننتقل لأخبار كرة القدم وفريقنا الأول. الشهر ده قلنا أنه مهم جدا والارتباطات فيه مهمة جدا بالنسبة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وده كان وفقا لتصريحات مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال أن اللقاءات والبطولات الخاصة الموجودة في هذا الشهر بالغة الأهمية وفيها درجة عالية جدا مطلوبة من الفريق والجهاز الفني بقيادة ريني فايلر من التركيز والإجادة في نفس الوقت. ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وضع برنامج بدني خاص للاعبين قبل مباراة السوبر بالتنسيق مع توماس بينكل مخطط الأحمال في الفريق. تضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات الخاصة بمعسكر الفريق في الإمارات بهدف تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصري. ويستعد الأهلي لمواجهة زي ما حضراتكم عارفين طبعا الميعاد اللي تم الاتفاق عليه والاحتفالية الكبيرة في الإمارات إن شاء الله مخصص لها يوم 20 الخميس المقبل أو 20 من الشهر الجاري، مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وإن شاء الله يكون الفوز حليف فريقنا في هذه المباراة. عندنا ثقة كبيرة بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي، وعندنا قدرات كبيرة بنثق فيها في الجهاز الفني وخبراته السابقة ونجاحاته حتى الآن في المشوار الأفريقي والعلامة الكاملة اللي بيحصل عليها مع كل مباراة، وحريص النادي على الاستمرار في النجاح في هذا التحدي في الحصول على كل نقاط مباريات المسابقة المحلية أو الدوري العام المصري لكرة القدم، وهو بيسير الحمد لله في هذه البطولة المحلية بامتياز حتى الآن وبيحقق أرقام قياسية.
المباراه مخصص لها، ودايما بنقول انها بطوله خاصه مباريات الاهلي والزمالك وخارج الحسابات وبعيده جدا عن التوقعات، دايما بتعد بطوله خاصه والبطوله او الديربي الاكبر على مستوى العالم العربي وقاره افريقيا والكره المصريه بالتاكيد مباريات الاهلي والزمالك. وعندنا ثقه كبيره اننا ان شاء الله نكون قادرين على حسم اللقب كما فعلنا في افتتاحيه هذا الموسم ايضا في مباراه السوبر امام الزمالك، وكانت افضل تقديم لقدرات الجهاز الفني بقياده فايلر وافضل تعارف تم بينه وبين جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه في الفوز الكبير على الزمالك في بدايه هذا الموسم ايضا في مباراه السوبر. الجهاز الطبي للاهلي يؤكد جاهزيه مجدي قفشه، طبعا مجدي قفشه من العناصر المهمه جدا اللي قدر يثبت اقدامه بسرعه ومن الصفقات المؤثره جدا في صفوف الفريق واللي كانت فعلا قائمه على معايير فنيه واختيارات فنيه دقيقه لانه ملى فراغ مهم جدا في منطقه البلاي ميكر او مكان صانع الالعاب في الفريق، وبقى له دور مهم جدا مع الفريق او النخبه الموجوده من اللاعبين المتميزين مهاريا واللي عندهم قدرات خاصه في خط الهجوم المهاجمين السترايكرز او لاعبي الوسط المهاجم، وقدر يتبادل هذا الدور مع بعض اللاعبين زي أجايي في عدد من المباريات بيقوم بالمهمة دي. مجدي قفشة بيقدر يعمل دور مهم جدا مع المثلث الهجومي للفريق مع رأس الحربة مع لاعبي الوسط المهاجم، وقدر بجهد بدني وفني متميز والحقيقة حريص على أنه يطور مستواه من مباراة لأخرى وأنه يلتزم تعليمات الجهاز الفني، وجهده البدني واضح والتزامه الخططي واضح، وأصبح من اللاعبين المحببين إلى الجماهير وجودهم في الملعب خلال المباريات الفترة الماضية سواء محليا أو أفريقيا. بنطمئن على نجمنا مجدي قفشه وانه قادر ان شاء الله على المشاركه وفقا لرؤيه الجهاز الفني في المباريات اللي جايه. الجهاز الطبي قال ان اللاعب كان عنده شكوى من الام بسيطه في الركبه، وفضل الجهاز الفني انه ما يحملش على اللاعب او ما يضغطش عليه ويديله مساحه من الراحه وعدم المشاركه في مباراه المصري الاخيره، والحمد لله ايضا استمرت عمليه الحصول على النقاط الكامله منها والعلامه الكامله بفوزنا الكبير على فريق المصري البورسعيدي في هذا اللقاء. بينتظم مجدي قفشه بعد حصوله على الراحه وعدم الدفع به في لقاء الاهلي والمصري في الدوري العام، وبينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبون اليوم الاحد، ويستعد الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهه الزمالك في كاس السوبر المصري في الامارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري. طاقم حكام نرويجي للسوبر وكرواتي للفار، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة أوتفر موين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الخميس المقبل بكأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعاون أوتفر موين المساعد الأول ماجنوس لاندبرغ والمساعد الثاني كيم توماس وتوري هانسن حكم رابع، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الكرواتيان جوران جابرييلو حكم رئيسي وميرو جيرجيتش حكم مساعد. ومن دواعي التفاؤل انه اللقاءات اللي فاتت وان شاء الله يستمر هذا الامر مع مباراتنا القادمه في السوبر يوم الخميس المقبل بين الاهلي والزمالك، كان الاهلي فاز في اللقاءات اللي ادارها أوتفر موين في الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي امام نادي الزمالك، كان في مباراتين للفريق، الاولى انتهت بالتعادل السلبي مع الزمالك في الدوري عام 2016، دي طبعا لم نخسر فيها، يعني هنا الاحصائيه بتقول الاهلي لم يخسر في مباراه في الديربي المصري او الديربي مباراه القمه بين القطبين الاهلي والزمالك في اي لقاء اداره موين. كان اللقاء الاول انتهى بالفعل في عام 2016 بالتعادل السلبي مع الزمالك، والمباراه الثانيه توج فيها الاهلي بلقب كاس مصر عام 2017 على حساب المصري البورسعيدي، فالمباريات اللي ادارها هذا الحكم لم يخسر فيها النادي الاهلي، ودي بتبقى يعني مؤشرات كده او الناس بتتفائل بالاحصائيات دي، وان شاء الله يستمر الامر ويكون المؤشر افضل، مش بس تعادل، يكون باذن الله التوفيق للنادي الاهلي والفوز وحسم كاس السوبر والمباراه المقامه في الامارات باذن الله يوم الخميس المقبل بين الاهلي والزمالك، وبالتاكيد بنتمناها مباراه كبيره تليق بقطبي الكره المصريه وتليق بكوكبه النجوم الموجوده في الفريقين، والتاكيد مره ثانيه ان عندنا نخبه وعندنا الخطوط النهارده اصبحت متماسكه جدا في النادي الاهلي وقويه، ووفرت النجوم الموجوده مع الخبرات اللي اظهرها الجهاز الفني من بدايه هذا الموسم باجماع الاراء ورضا الجماهير عن الاداء وعن النتائج على كافه المستويات محليا وافريقيا حتى الان في إدارة ريني فايلر وجهازه المعاون للمباريات، إن شاء الله ترجح كافة النادي الأهلي، وإذا ما كنا موفقين بإذن الله نقدم عرض رائع والنتيجة تكون في صالحنا كما كان في افتتاحية هذا الموسم أيضا في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. بهذا الخبر بنصل إلى ختام فقرتنا الأولى أو فقرة الأخبار في النادي الأهلي. بعد الفاصل حوار متميز كالمعتاد من ناقدنا الرياضي البارز والرئيس القسم الرياضي في الأهرام الأستاذ محمود صبري. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. واسمحوا لي بس قبل ما ابدا هذا الحوار وقبل الترحيب بضيفي ان اتقدم طبعا باسم اسره قناه النادي الاهلي وفريق العمل ايضا في برنامج الاهلي الليله بخالص العزاء لضيفنا العزيز الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام الاستاذ محمود صبري لوفاه المغفور لها باذن الله والدته. وده اول لقاء لينا مع الاستاذ محمود اللي تغيب طبعا عن المشاركه معنا اللي بنشرف ونسعد بيه دايما على شاشه قناه الاهلي ومن خلال برنامج الاهلي الليله منذ ان حدثت الوفاة. فأنا بتقدم لحضرتك بخلص العزاء اللي في حياتك. شكرين جدا ربنا يبارك ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمود هنبدا عندنا طبعا يعني اخبار كتير قوي قبل ما نتكلم عن الكوره، وكنت ناقشت مع حضرتك في اكتر من لقاء سابق وهستعرض اراء كمان زملاء ونقاد بنعتز بارائهم دايما خلال الحلقات اللي فاتت زي استاذ ممدوح فهمي وايضا خالد الاتربي زميلنا العزيز الناقد الرياضي استاذ خالد الاتربي. هنستعرض عدد من الاراء عن مشوار الاهلي ومسيرته وأداؤه الفني محليا وافريقيا، لان ده كان حوار جدلي جدا بيننا خلال الفتره اللي فاتت. بس خلينا نبدا باهم او اخر الانباء وتسليم مقر او فرع ارض المقر والفرع الجديد في التجمع الخامس اليوم في حضور طبعا مجلس الاداره والمسؤولين وعدد من رموز الوسط الرياضي والمجتمع الاهلاوي مع رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ومع وزير الشباب والرياضه لبدء تنفيذ الهيئه لهذا المشروع. حضرتك شايف ده ازاي؟ شايف خطوة مهمة جدا، وده من برنامج كابتن محمود الخطيب في الانتخابات اللي فاتت. هو فرع النادي الاهلي الفرع الرابع، لا شك انه هيكون صرح كبير امتداد للكيان الممتد مش فقط يعني في القاهرة، لا ده في خطوات تانية امتد في ربوع المحروسة. لا شك يعني انا من وجهة نظري يعني كان المفروض العمل كان هيكون بدري عن كده شويه في، لكن مساله يمكن الاستعدادات وترتيب البيت من الداخل والظروف اللي احنا شايفينها دي خطوه مهمه جدا. لسه في وقت يتم انجاز العمل، في اقبال كبير جدا على عضويه فرع التجمع، كمان اللي هيقوم بالمشروع يعني اصحاب خبره، الاداره الهندسيه في القوات المسلحه اصحاب خبره وتميز في صناعه كمان الاستثمار الرياضي، كمان مش شغل المدني او شغل، لا نموذج قدم حاجات ناجحه كتير في البلد. توليه ومسؤوليه الاشراف على فرع الاهلي هيكون لا شك خطوه كويسه جدا، خطوه مهمه بايادي وطنيه بفكر متميز، اكيد هيكون في حاجه جديده هتتعمل هتكون اضافه لفروع النادي الاهلي ان شاء الله. راي حضرتك ايه في المعاني اللي اكد عليها في كلمته طبعا كل الحضور وفي مقدمتهم الكابتن الخطيب؟ كابتن الخطيب اشاد بكل مجالس الاداره السابقه وسرد سريعا العناوين الرئيسيه لتفاصيله ومراحل انشاء كل فرع والاتفاق على انشاء كل فرع في عهد المجلس اللي كانت مصاحبه لفترته عمليه انشاء الفروع والمقرات المختلفه، وصولا الى المجلس السابق اللي كان بيسبق تولي المجلس الحالي بقياده الكابتن خطيب. انه كلنا في عمليه تكامل، بيقول دايما القيادات ومجالس ادارات الانديه بتبني على مفات، واننا دايما حلقات متصله من الانجاز ومن التطوير لتنميه هذا الكيان. بص حضرتك، لو الكابتن محمود الخطيب ما عملش كده ما يبقاش محمود الخطيب على فكره، يعني لو قال اي حاجه تانية غير كده مش هيبقى محمود الخطيب. يعني انك انت تشيد وتؤكد على انه الكل بيدور في فلك واحد هو الاهلي، مصلحه الاهلي، كل من تولى المسؤوليه هو اهلاوي واجتهد من اجل خدمه الاهلي مش من اجل خدمه نفسه، فكل واحد بيحط طوبه. ولولا انه لولا لم تكن هذه السياسه الاهلي ما اكتمل البناء. يعني ايه البناء؟ ما زال في طور الاكتمال لحاجه ضخمه كبيره جدا، ففي شغل بيتعمل مش من دلوقتي، ده من اول ما تم انشاء النادي مجلس بيسلم مجلس ومجلس بيسلم الثاني وتواصل اجيال، وده هو الاهلي وهو ده المفروض اللي هو العمل الجماعي، لانك انت مش بتدور على انك انت تصنع لنفسك اسم وتقول، سيب اللي انت بتعمله هو اللي بيتكلم عنك. فاعتقد انه الكابتن محمود لما يقول انه احنا بنتسلمنا مهمه من المجلس السابق والمجلس السابق تسلم مهمه من المجلس قبله، وانه طالما هناك في حاله يعني من عايز اقول من الشفافيه الواضحه، وانه اي حد يحاول يقلل من المجلس السابق قبله ده مش هتقلل من المجلس السابق، بتقلل من نفسك وتبين انك انت يعني انسان مش طبيعي. ده يخرج عن اطار الاهلي لو حصل التقليل او حتى المساس باي مجلس مهما يكون الظروف اللي هو مر بيها، لكن هو ده هي دي اخلاق كابتن محمود الخطيب،
و هي دي اخلاق النادي الاهلي ومش عاوزين يعني نحيد عن الامر ونقول انه لو حصل اي حاجه كده هيبقى ده مش ده الاهلي ومش دول اولاد النادي الاهلي. لا شك انه دي مراحل بتسلم بعضها حتى يصل الاهلي للمستوى اللي هو عايزه، انه يصل النهارده للفرع الرابع ودي فرع في الاقصر ولسه في اسكندريه. ده شيء ده يعني حاجه متفرده على مستوى العالم انه نادي يمتلك كل يعني هذه الافرح. فده شيء على دليل على الشعبيه، دليل على القوه، دليل على الثقه في النفس، دليل على انك انت عارف بتعمل ايه وهدفك ايه وبتخطط لايه. لا طبعا كلمات كابتن محمود دي عنوان اساسي في النادي الاهلي، واحترام السابق تحت اي مسمى حتى لو حدث نوع من الاختلاف، لكن احترام الاشخاص، احترام المجالس، هو ده احترام للاهلي نفسه، احترام لقيمته وكيانه، انك انت بتشيد كل واحد ادى مهمته وسلم الرايه لغيره. اللي هيجي بعد الكابتن محمود الخطيب هيقول نفس الكلام، ولو قال غير كده هيبقى برضه هو هيبقى العيب فيه هو مش عيب في النادي الاهلي، لكن هو ده الاهلي، هو ده المفروض ابناء الاهلي وكله يشرب من نفس النبع، النبع اللي بيقوم على انه الاهلي فوق مصالح اعضائه، الاهلي فوق مصالح اعضائه، الاهلي هو عنوان للالتزام، للاخلاق، للتواصل، لعمل مستمر، تطوير مستمر، بحث عن الجديد. ده اعتقد امر واقع في كلمات الكابتن محمود. لفت نظري كمان في تصريحات الدكتور اشرف صبحي انه ما قالش النادي الاهلي احنا حريصين على مشاركته في احتفالاته وافراحه دايما وتطويره لمنظومه الاهلي بس. قال النادي الاهلي اصبح شريك اساسي في تطوير وتنميه والنهوض بمنظومه الرياضه والاستثمار في الرياضه المصريه. بص دكتور اشرف صبحي منين يعني لو جينا نتكلم عنه يعني من الشخصيات المهذبه جدا على فكره، من الوزراء اللي بيعملوا بصمت، يعني ما لا يهوى الضجيج والصوت العالي قليل الكلام ولا الحركات والكلام ده. من الشخصيات اللي هي مكسب للرياضه، مهما تحاول تقول لي او تقنعني او بحاول بعض حال اقلل من دوره في بعض المواقف، في مواقف ربما لا يعجز اللسان هو يقول ايه اللي بيجرى خلف الكواليس، لكن وزير مجتهد، وزير نشيط جدا، بيحاول متواجد في كل الاحداث. امبارح كان في استقبال فريق الزمالك وهو راجع من السوبر الافريقي، النهارده كان في النادي الاهلي، الراجل لا يعترف بالالوان، اللون اللي عنده هو لون علم مصر. كلامه عن النادي الاهلي، فعلا النادي الاهلي مساهم بالتطوير الهائل ده في حجم الانشاءات، ما ده بيصب بمصلحه مين؟ هو في بلد غير البلد ولا في مصر؟ والاهلي جزء من مصر يعني، واعضاء هم مصريين. فاللي انا عايز اقول لحضرتك انه راجل كلامه فعلا الاهلي بيقدم حاجه جديده، انك انت بتوسع القاعده بتاعتك وعمليه الانشاءات المستمره دي والتطوير والاستثمار الرياضي، ده كله ده في مصلحه البلد. فاعتقد انه كلام دكتور اشرف يعني كلام مهم، وكلام على انه بيؤكد على اهميه انك انت تكون زي داعم في كمان خدمه المجتمع يعني، والتطوير وتقديم الافكار ودعم الاسره. الاسره هي الاساس في كل، ان الاهلي بيجمع الاسره او اي نادي بيتعمل بيكون هدف جمع الاسره، لكن انت كمان لما توسع القاعده دي وتجمع المسافات والمساحات دي الكبيره جدا، ده له شكل دور مجتمعي مهم هنا جدا. هنا الكابتن خطيب قال كمان ان احنا في يوم تاريخي، لان النهارده المجلس الحالي بيكمل الخطوات وبيضع حجر الاساس لانجاز جديد، وباذن الله في يوم من الايام هيبقى فرع جديد متطور من افضل واكبر فروع النادي الاهلي، والناس هتتكلم عن تاريخه وعن اليوم اللي احنا فيه النهارده اللي بدا فيه وضع حجر الاساس في النادي ده. يوم 16/2 النهارده 16/2 هيبقى تاريخ مهم بالنسبه للاهلي. وعلى فكره الناس منتظره فرع التجمع، يعني اعضاء كتير جدا، يمكن في ناس عملت اشتراك في الفرع ولسه ما فيش حاجه، لكن كلها بتمني نفسيا انها تشوف ارتباطها باسم الاهلي، فده في حد ذاته بيبقى شيء. لما انت بتتكلم عن انه عضو في النادي الاهلي، لا الاهلي مش محتاج لنا ولا اي حد يتكلم عنه، لانه لا قيمه كبيره وكيان مهم لا شك، حتى على مستوى الالتزام والارتباط بيه. يعني ممكن تبقى مش مشجع كوره لكن بتحب المكان للنادي نفسه، لاسمه، لنجاحاته، للحاله اللي هو بيعملها. يعني في ناس يقول لك انا ما بعرفش ابدا يومي غير لما اروح اقعد في النادي ساعه او ساعتين، لازم ادخل اتمشى، لازم ادخل اتمشى وارجع. في حالات كده في ارتباط كده روحي، في فنانين روحي. تاكيد على كلام حضرتك استاذ محمود، كان في فنانين في احتفاليه يوم ترفيهي في النادي الاهلي خلال الاسبوع الماضي، بعض الفنانين اللي شاركوا شفنا في تقرير اذيع على شاشه القناه، قالوا احنا اللي لفت للنظر داخل النادي تنظيم كل شيء، كل شيء منظم، كل شيء مرتب. هنبتدي ازاي؟ هننتهي من العمل ازاي؟ ومكاننا فين؟ والجمهور ازاي يستمتع بالعرض؟ لا لا لا. كل اللوجيستكس، كل التسهيلات الموجوده عشان نجاح العرض ده وانه يخرج بشكل مناسب لاعضائنا. لا لا طبعا، لا في عمل بيتم،
طبعا كابتن محمود الخطيب بيقوم بجهد كبير جدا بأمانة شديدة، يتحمل كثير من التبعات. يمكن هو راجل قليل الكلام حتى والظهور في الإعلام، ما بيتكلمش خالص وبعيد جدا، لكن انت لما تيجي تتكلم لا، الخطيب تحمل مسؤولية في وقت صعب جدا، في مرحلة مهمة جدا، مرحلة مفصلية وانتقالية للحفاظ على الأهلي وكيانه، الحفاظ على وحدة الأهلي، لدرء أي مشاكل أي خلافات، رغم كمان الظروف اللي هو مثلا تعرض لها والكلام ده، لكن هو مصر على التواجد في كل مكان، في كل ورقه بيبص فيها بيشوف، يعني في شغل، لا في بيعمل اللي بيعمله الخطيب، معلش بكامل احترامي، ما بيعملوش يقعد مجزره في الاهلي ولا يقدر على عمل خطيب، لا خطيب لا شك انه عاوز اقول وجوده في المرحله دي كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا هنتقل لكره القدم، بس هسال سؤال اخير عن النقطه دي او تعليق اخير عايز اسمعه من حضرتك. انه كلامك دلوقتي يا استاذ محمود خلاني افتكر حاجه واشوف تتفق معايا فيها ولا، انه في بدايه عمل او تولي المجلس الحالي بقياده الكابتن خطيب كان في محاولات مستميته ومستمره من البعض لجر النادي الاهلي او شده الى خلافات ومعارك وهميه، وانه هنشغل بصراعات ملهاش اساس ولسنا في حاجه اليها في الوسط الرياضي في البدايه، وهجوم بمبرر وبلا مبرر، هجوم طول الوقت وهجوم بغير حق طول الوقت. الحمد لله ان المجلس قدر في الفتره اللي فاتت دي يتجاوز ده ويسكت هذه الاصوات بشغله، ان النهارده خلاص الناس لقت لا ده النادي الاهلي تخطى مرحله انه يلتفت ولا لا للصراعات دي وللهتافات المعاديه للنادي طول الوقت، وانه بياخد خطوات وانجازات على ارض الواقع خلت الاصوات اللي كانت بتحاول ادخال النادي الاهلي في اشكاليات تهدأ كثيرا. وخلاص لان اصبح واقع ان في شغل، شغل على مستوى الرياضه وتطويرها، شغل على مستوى المؤسسه. طبعا طبعا طبعا. بص يا استاذ محمد، الكوره هي عنوان الاستقرار في النادي الاهلي، يعني يعني والاهلاويه عارفين كده، يعني ربما لا يعني ما يحدث داخل النادي ايه، لكن يعنيهم انه عنده عنوان، والاهلي ايه؟ فريق كورة، هو عنوان ومصدر قوته على فكرة، ومصدر الشعبية الكبيرة جدا هي فرقة الكورة. فاستقرار وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في انك انت اخترت مدرب في توقيت انت يعني بتدور على حد يعرف يقود السفينة بهذه الصورة في وسط الأمواج، وابتعاد النادي عن بطولة أفريقيا لأكثر من 6 سنوات، وده البطولة المهمة جدا. ثانيا حتى يعني مسابقة الدوري لما فاز بها في أشرس مسابقة الدوري في تاريخه، رغم كل الملابس، هيجي فيهم تكتب كل الكواليس والحواديت والأسرار والحكايات والقصص اللي حصلت والكلام ده، كل هذه المرحلة وحملة ممنهجة طالت النادي وطالت مجلسه وطالت رئيسه بصورة، وحالة صمت والتزام وعدم الرد دي فيها شجاعة، دي قمة الشجاعة، دي مش بيسميها بعض البعض يعني يسميها الالتزام والاحترام والأدب، مش جبن. الإنسان الملتزم بالأخلاق بالعكس ده إنسان قوي وفيها ثقه في قدراته، فيها ثقه في ده انا جاي اشتغل وانجز، ده مش جاي ادخل ده يعني انا يعني مش عاوزين نخص في يعني ندخل في التفاصيل دي ونقول انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك يعني القوي مش القوي من يمتلك نفسه وقت الغضب، من هو يعرف يرد، ما انت خلاص انا عمال اهاجم فيك واشتمك وانت ما بتردش، انا بزداد اشتعالا وانت تزداد ثقه ومكسبا وحبا من الجميع. دي اخلاق ودي تربيه ودي احترام وده ادب. الرد سهل على فكره، الرد والتجاوز سهل جدا، لكن في بنادم بيحاول مش عاوز يخسر نفسه. الاهلي ممكن من القائمين يعني رفض ان هم يخسروا انفسهم في معارك وهميه لا قيمه لها، ستثبتها الايام ان هم كانوا على حق وان هم دفعوا على الكيان، ودي مش اول مره. ارجع ارجع كثير من المجالس برضو يعني هتلقى في مجالس مرت برضو بتجارب وحصل حاله من الصمت لدرجه انك انت ممكن تشك في نفسك، يعني يا عم هو في ايه؟ يعني ايه ليه الهدوء؟ لكن تكتشف في النهايه انك انت في النهايه انت ايه؟ انت اللي كسبان، انك انت لم تخرج، ما المشكله انك انت تحافظ على الخط اللي انت ماشي عليه فوق التجاوزات دي لتنجز. لا 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 انت تحافظ على طريقك وعلى نهجك،
وليش مشتري كمان النادي الاهلي؟ هو القطري ماشي، اسالك سؤال، القطري ماشي مش بتحدف بالحجاره اكيد؟ ها صح ولا مش بيوصل المحطه؟ صحيح، خلاص وصل بالناس اللي فيه سلمين محطه خلاص. كمان النادي الاهلي انه بعض الاراء قالت في الفتره اللي فاتت انه كان من عوامل نجاح الحمد لله والوصول للمرحله اللي فيها شكل كبير في الاستقرار الفني والرياضي مع الاستقرار في الانشاءات وفي التطوير وعمليه التنميه في كل فروع النادي، انه النادي الاهلي عرف يشخص المشكله فنيا كويس وعرف يعالج امور كره القدم، وانه يعترف ان في مشكله عايزه علاج، لدرجه ان في وقت من الاوقات اطلقوا على هذا الامر بقياده الكابتن الخطيب، اطلق على ده اعاده بناء فريق الكوره عشان يوصل لحجم الصفقات اللي احنا قلنا ايه. احنا ما زلنا في اطار بناء فريق الكوره، انا بقول لك وما زلت بصر عليه، وكثير جدا من جماهير الاهلي اللي بتكلمنا وبتكلم معاه ما زال فريق الاهلي محتاج مزيد من العمل. ليه؟ هناك فارق، في مشكله، في فارق ما بين الاداء المحلي وبين الاداء الافريقي. حاول تقول لي غير كده من غير كده، لا في مشكله. طبعا الخبرات، الثقه، هنقول بقى فايرو لسه ما عندوش خبره بالكره الافريقيه، انا مش مقتنع بالكلام، لان هي كره واحده مدوره. المفروض اللي بعارف الكلام ده اللي هو الناس اللي معاه يقولوا له خلي بالك احنا كذا عندنا، هنروح نلعب في حته فيها كذا فبنحتاط بكذا، هروح في حته هلعب مباراه عوده مع سان داونز ما اعملش زي ما حصل السنه اللي فاتت، اطلع من الاتحاد السكندري في اسكندريه واسافر والعب مباراه بعد 48 ساعه مع ايه ارتفاع عن مستوى البحر 1800 ها 1800 متر خلاص، ظروف جو، ظروف جو الكلام ده ماشي اوكي، مع ارهاق بتاع المره دي اسف مش مقبول بقى تكرار، لا خلاص بقى، خلاص بقى المره دي اسف. على فكره ماتش صعب جدا مع سان داون، من فرقه اللي بتلعب كوره ولما تيجي تحسبها، انا بكلمك اول مواجهتين لما تيجي تحسبها وتفكر وتمسك ورقه وقلم وتبص على الثمن فرق اللي وصلوا، انا من وجهه نظري نمره واحد سان داونز، نمره اثنين مازيمبا، نمره ثلاثه الرجاء ممكن، واربعة يجي بقى، انا بكلمك على الفرق اللي هي جاهزة، كرة سريعة، كرة قوية، كرة ما الوداد، احنا لسه لا طبعا وداد. فانت دلوقتي داخل على مرحلة ما عادش فيها تقبل فيها الانفصال، يعني المرحلة ما فيهاش تجارة. طيب برضو اللي بيتابعك دلوقتي اللي بيشاهد اللقاء ده يا استاذ محمود هيقول ليه استاذ محمود صنف ان اصعب المواجهات او ان نمرة واحد في تصنيفه لاقوى منافسي الاهلي في مشواره الافريقي القادم ان شاء الله هو سان داونز، بينما لم تختار انه اصعب منافس يكون اللي خد البطولة او بطل دوري الابطال في نسخة السابقة او اللي وصلوا للفاينل؟ خد البطولة خد البطولة شفناها. هل بتشوف ان فريق سان داونز في منافسي الاهلي بيلعب افضل كورة بتتلعب؟ بيلعب كل الفرق بيلعب كورة قوية جدا، عنده لعيبة مميز جدا، وانا يعني ايه مش حابب مع كامل احترامي للناس المتابعة على السوشيال ميديا، مش متابع يعني جزئية اتصاب فلان والجول اتصاب ولعيبة يا جماعة الاهلي مش كده، الاهلي يكسب اي فرقة، مش محتاج انه يتصاب له، يتصاب من فرقه اثنين ثلاثه عشان اهلي لا، ولا وفي الاهلي دول ايه؟ يعني الناس اللي مدفوع لها ملايين النجوم الموجوده لا الاهلي مش كده، مش محتاج اسم الاهلي في حد ذاته، بس على من يرتدون الفانيلا الحمراء يقدروا ان هم بيلعبوا باسم الاهلي. يعني لازم يبقى في تخلي عن حاله الخوف، في حد لما يكون في ثقه، في شراسه. يعني يبقى في روح، فين الروح؟ يعني الروح في افريقيا بالروح على فكره. وعاوز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، لما استرد الاهلي بطوله افريقيا بعد 14 سنه 2001 مع مانويل، ما كانش عندنا فريق توب على فكره، ما كانش عندنا نجوم مكسره الدنيا، ده اتعمل فرقه يعني ايه بعجوبه عشان تطلع تسترد ترجع تاني، جبت عناصر من منتخب الشباب مع عناصر موجوده عندك، فحصل عندك نوع من الطفرة، بدليل انك انت اول ماتش في البطوله في الدور ال 16 يعني او بتاع، انت كسبت مفاجاه بيترو اتلتيكو 3-2 في مباراه غير متوقعه على الاطلاق انك انت تكسبها مباراه، ورغم ذلك خسرت منه في القاهره 4-2، لكن لعبت ب كسبناه 3-1 او 3-1 وبقى 4-2، لكن لعبت لما تيجي تحسب على المشوار لعبت بمستوى بروح، بدليل انك لما تعادلت مع الترجي في القاهره 0-0 ما فقدتش الامل، ورحت هناك وكسبت واحد، لان عندك ثقه وكسبت هناك بفرق الهدف اللي هو 1-1، وعملت وصلت للقمه بقى، خدت الثقه بقى
فتعادلت مع سان داونز اللي الاهلي راح عسكر في شهر رمضان، عسكر له كام يوم؟ 11 يوم او 9 ايام قبل المباراه، والاهلي كان بيتمرن وقت المباراه واللعيبه صايمه. وانتهت المباراه بالتعادل 1-1، وكانت من هنا ايه البدايه، والان الاهلي فاز هنا في القاهره 3-0. فخلاص انت معاك دوري مضغوط، ها مدير فني خلاص عارف نفسه وهو بيحاول يدور ويدي فرص لناس تانية. المفروض ناس تانية دلوقتي لما تجيلها فرصه خلاص تمسك فيها بقى، يعني ايه خلاص انا ما هعمل لك ايه، ما انا بقول لك انزل وريني فرجني. فاللي انا عايز اقول ليه انا بقول لك ان ماتش سان داونز بالنسبه للفرق، انا قلت لك ايه، الاهلي وسان داونز الرجاء ومثلا مازيمبي، ها الزمالك والترجي، شايف الزمالك على فكره افضل من الترجي، يعني عنده فرصه انه يعمل مفاجاه ويكمل. هو كان افضل طبعا. طبعا انا بكلم كمان الفوز الكبير اللي حقق. ماشي. الوداد هيلعب مع الوداد، مع مين في المباراه الاولانيه على ما اعتقد؟ مباراه في دور الثمانيه الوداد. الطرف الثاني اعتقد برضو الوداد برضو من الفرق اللي كويسه جدا رغم انه تاهل ب طيب هنكمل كلامنا بصعوبه، لكن انا عاوز اللي انا عايز اقوله، عايز ارجع للنقطه اللي حضرتك قلتها من شويه قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي وحسابات مباراه الاهلي والزمالك اللي دايما الكل بيقول انها بطوله خاصه ولها حسابات خاصه بشكل خاص، انها كمان مش مباراه دوري، دو مباراه كاس السوبر وبطوله من مباراه واحده وخارج مصر، فجاه طلعت حضور جماهيري ده. فجاه طلعت بس عايز اقف عند نقطه حضرتك قلتها في بدايه الحوار، قلت انا بفرق حتى الان بين اداء الاهلي في الدوري واداء الاهلي الافريقي. ليه وايه الفرق وايه الحاجه اللي حضرتك شايفها في الاداء امام فرق الدوري المصري بتتمنى تشوفها بنفس المستوى امام المنافسين الاقوى في دوري الابطال؟ ايه فرق الاداء هنا وهنا؟ يعني بص على ماتش الاهلي والمصري 3-0، انت ختمت المباراه ختام رائع، لعبت اخر ربع ساعه في المباراه واخر ثلث ساعه، رغم ان المصري ادى مباراه من افضل مبارياته كوره، يعني ككوره كلعب وراح، ولولا حل يعني لولا تالق والتوفيق الكبير جدا لمحمد الشناوي كان ممكن المباراه يبقى فيها كلام. يعني في اخطاء وهفوات دفاعيه، هنعرج على الكلام اللي قلناه من اول لو احنا اتكلمنا فيه مع بعض، نفتكر بس يعني ايه عشان ما حدش يزعل. بص كده عد كام فرصة ضرب فيها خط دفاع الاهلي في كرة طولية، بكرة عكسية، بكرة خلف، يعني لما يكون عندك المنافس عنده مهاجم سريع يتعبك، خاصة انك انت عندك شوارع في الدفاع. انت فريق مهاجم وفريق بطل مش هيدافع، لكن اذا لم تمتلك حائط دفاعي قوي وحالة من التركيز للاعيب الارتكاز معاك اللي بيضمه في حالة فقدان الكرة لتضييق المسافات والتمركز الجيد، و هيعمل لك مشكله. ما دام انا بتكلم بقول لك في افريقيا حتى الان، اسال الاهلاويه واللي فاهمين هيقولوا لك في مشكله، مش ده نفس الاداء اللي في الدوري. مش ده معناه اللي ناس بتحاول تبرر تقول لك اصل الدوري ضعيف. طب يعني انت لو كنت متصدر الدوري هيبقى الدوري اقوى دوري في مصر، يعني انت عاوز تقلل بس من المستوى ولا تتكلم منطقيا؟ تتكلم منطقيا، فرقة بتكسب من ماتش لماتش، خدت ثقة عليك، بتطلع من مباراة لمباراة بيبقى عنده عملية تدوير، ورغم ذلك بيحافظ ويحافظ على المكسب ده. في فرق كتيرة ممكن تتعرض مع عملية التدوير، ممكن يحصل لها هبوط في المستوى، يعني ايه الكل كان متوقع ان المصري ممكن يتعادل كان في ماتش ال 3-0، لكن تغييرة واحدة اسمها محمود متولي عملت الفرق في نص الملعب، قفل بدل ما كان السوليه واللي السوليه واللي معاه مش لاقيين نفسيهم. وانت شفت عمرو السوليه في الماتش؟ ما شفتوش غير لما نزل محمود متولي وعمل يمكن عمل شكل، ويمكن الراجل برضو كان تفكيره كويس جدا انه اصلا محمود متولي اصلا بيلعب نص ملعب وبيلعب مساك، فنقلته نص ملعب برضو انا احب المدرب اللي شغال.
يعني احب المدرب اللي مش قاعد نايم وممكن يحل مشكلته بنفسه، يعني يصنع لاعب فيجد فيه فرصه. لا وممكن إن هو يبقى عندي خط مميز جدا في مباريات كتير ويجي في يوم مش موفق. انا بكلمك اللعيبه مرهقه اللي انا بتكلم عليه ولا بتكلم عليه يا استاذ محمد. يعني اسالك سؤال، انت كسبان الهلال 1-0 في ملعبه، خلاص المباراه فاضل فيها خلاص، هتقول الاخطاء؟ لا، المفروض انت في قمه تركيزك ما يجيش فيك هدف كان ممكن تخسر المباراه. يعني انت كسبان وكان ممكن تدوس، وهتقول لي ارضيه الملعب يا سيد الناس خلاص ما عاوزين نبطل خلاص المبررات كفايه. يعني الاهلي مش محتاج منك مبررات، الاهلي محتاج منك تموت نفسك في ارض الملعب، تقدر اللي عامله النادي عشانك، الجمهور اللي قاعد بتاعه يعني عاوز اقول لك كلامك إيه؟ مش مستغرب خالص يا استاذ محمود، وبنسمع ده من اهلاويه كتير قوي انهم مطمئنين جدا. يعني قصدي ايه؟ انت في افريقيا حتى لم تسترد هيبتك الكامله. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا بنسمع من جمهور اهلاوي طول الوقت في حواراتنا مع اصدقائنا مع ناس كتير من محبي النادي الاهلي واللي مهتمين بمتابعه كل مبارياته، انهم مبسوطين جدا من الاداء وايقاع الفريق والنتائج في الدوري، ولسه قلقانين من اداء الاهلي في المشوار الافريقي في مبارياتنا بره ملعبنا تحديدا. ايوه طبعا الكلام ده بيتقال وبيتكرر. فهنا احنا بين امرين او بين اختيارين، في ناس بتقول اللي حضرتك بتقوله ده، وان لازم ننتقد في التوقيت السليم عشان الفريق يحاول يلتفت الى انه يركز اكتر في مبارياته بره، او يوصل لافضل مؤشر وافضل كيرف ومعدلات لادائه بره عشان المباريات الاقصائيه الاصعب والخصوم او المنافسين الاصعب اللي هنواجههم في الفتره الجايه. وناس تانية بتقول يا جماعه هل احنا المفروض دلوقتي في مرحله زي دي نصدر قلق للفريق ولا نمنحه ثقه اكبر في نفسه قبل اللقاءات الجايه؟ دي جدليه موجوده، عايز اسمع راي حضرتك فيها. حضرتك تخاف من النقد لما انا بقعد اهدم في الفريق واقول لك ده ما فيش امل؟ لو انا قلت لك انه ما فيش امل وفرقه فاضيه وما فيش، يبقى انا راجل بقى خلاص يبقى انا بهدم الفريق. لكن يا فندم ده انا بتكلم على حاجه واحده. طب حضرتك شفت بدايه، انا ما شفتش الماتش يعني، انا اتفرجت على بعدين ممكن. شفت بدايه ماتش النجم الساحلي؟ صادمه ازاي؟ اول ربع ساعه؟ شفت نجم راح على المباراه كم، راح على مرمى الشناوي كم مره؟ كتير جدا. اما انا بكلمك اهو، ده ما يخوفكش؟ والهدف اللي دخل مرمانا كان هدف ممكن تلافيه بسهوله جدا في مباراه النجم. ما انا بكلمك يعني انا بسالك في مباراه هنا في القاهره. حضرتك بتتكلم عن مباراه هنا، بتكلم عن المباراه اللي لا سيبنا من هناك خلاص، هناك عدت خلاص. انا بكلمك على هنا، شفت انت حاله الخوف؟ هو ده اللي يخوفك، انت خايف من ايه؟ فريق خسرت منه وتعاملوا معاك بطريقه مش كويسه وحصل اشتباكات وحصل ايه، رد الفعل؟ خايف من ايه؟ مبرر. خايف من ايه ابو 100 مليون و70 مليون و60 مليون؟ يعني اجيب لك ايه تاني؟ نعمل لك ايه تاني؟ يعمل لك ايه الاهلي تاني؟ يعني انا عاوز افهم برضه الفريق اللي حاليا ده يعني ازود منك إيه؟ اعلى قيمه سوقيه في القاره كلها. انا ده انا عاوز اقول لك على حاجه، ده في لقطات في مباراه المصري تخليك لازم تقف عندها يا استاذ محمد. ده في كور الالتحامات كلها انت خسرها، ده غريبه جدا على الاهلي الكلام ده. هبرر لك واقول لك ايه، طب اللعيبه كانت خايفه عشان كله بيفكر في ماتش السوبر، برضه مش مبرر بالنسبه لي. طب ممكن تخسر ماتش مصر عشان تفكر في السوبر؟ يبقى ده عامل لك مشكله، في تعمل نفسك مشكله وانت ماشي في الدوري، مش تعمل نفسك مشكله مثلا وتفكر. لا بس هخسر ازاي الاحتماليه؟ معلش يا استاذ محمود. لا انا بسالك سؤال. لا اتفضل. انا بتكلم على ايه؟ حضرتك سؤال. يعني انا بتكلم على ايه؟ على انه المساله في لقطات وفي بوست، تيجي تبص بوست كده لقطه في المباراه، يعني تاخد باراجراف من المباراه كده تقف وتبص على جمله بتتعمل فتلقى انت تفسر ايه الموقف ده؟ معاك يا استاذ. يعني هي ايه؟ مساله الالتحامات، وانت ادائك في الالتحامات انك انت عندك اداء رخو ما فيهوش القوة. في فرق بين اداء رخو، وبرضه انا هقول لحضرتك وفكر في الاحتمال ده وقول لي، يعني نتفق او نختلف على الراي، انه في العالم كله ممكن مدرب مع فارق المستوى لصالح اوروبا طبعا، بفارق كبير في المستوى عن المنافسات الافريقيه والعربيه، مش بنقارن في المستوى، بنقارن الحاله، المدرب اللي عنده تشامبيونز ليج وعنده الدوري بتاعه في فرنسا في هولندا في انجلترا، احيانا بيبقى داخل على مباريات مهمه بالنسبه له قاريه او في التشامبيونز ليج، وبيبقى حريص على انه من تعليماته للعيبه انه عايز يكسب مش عايز يخسر، ما بيقولهمش فيه تراخي في الاداء او تهاون، بس بيقول لهم قدر المستطاع
تفادوا الالتحامات اللي ممكن تسبب لي اصابه، انا مش عايز اخسر ولا عنصر دلوقتي، وده بيحصل يعني طول، اكيد حضرتك تعرف ده. انا عارف طبعا. فممكن يكون اللاعبين نفسهم او في تعليمات من الجهاز الفني انه حاولوا تتفادوا الكرات اللي فيها التحام خشن ممكن يخلي اللاعب يتعور، انا مش عايز اخسر نجوم دلوقتي قبل المباريات اللي جايه سواء سوبر او مشواري في افريقيا. بناخد بالي يعني حتى ما اقولش ان ده تراخي، بس انا بفكر يعني لا انا مش بتكلم على تراخي، مش بتكلم على تراخي، مفيش تراخي، بتكلم على اداء رخوي يعني المفروض يبقى فيه قوه. هو ايه مثل الاهلي عن فرق الدوري او في افريقيا؟ الروح والاداء يعني الاداء القوي للالتحامات. بص اعتقد مازال فايلر لم يصل الى حل يعني الاشكاليه بتاعت اداء في افريقيا، يعني هو في حاجه لازم تلاحظها، في حاجه غايبه يعني، في جزء يعني محتاج حته تتحط كده تروح قافله، ها يقول لك ايه ده نورت يعني خلي الفريق اداؤه يكتمل افريقيا دي. ايه بقى عارف ايه؟ انك تحقق فوز خارج ملعبك. ايوه دي اللي لسه الجمهور كله بيطالب بيها. انا بكلمك اهو الحاجات اللي جايه. طب يعني اسالك سؤال، يعني ايه تحقق فوز خارج ملعبك؟ يعني في شغل، يعني في جمله تتعمل، يعني في اداء قوي في الملعب. ما انت مش هتفوز غير بجهد، معلش في اللفظ يعني هتسف النجيله زي ما بيقولوا. لما تكسب فريق خارج ملعبك بحجم صن داونز اللي يعني رغم قوته لكن مش مرعب بالنسبه لك، ده لاعب قصاد لاعب، بس في واحد بيموت نفسه وفي واحد مش عاوز يجري. هتواجه فرقه متميزه جدا في اللعب البرازيلي، كرة القصيره السريعه جدا جدا جدا، هم فعلا بينقلوا كرة كويس، بينقلوا كرة بسرعه يعني حافظين بعض يعني من غير ما يبص عليك عارف الكوره رايحه فين. احنا مش اقل من الناس دي، احنا احسن لما يكون عندنا تركيز. فاعتقد يعني بتطالب نفس المجموعه اللي موجوده في الاهلي حاليا، مجموعه النجوم دي حضرتك شايفها متكامله. أيوة. والجهاز الفني قدراته، ولكن بتطالب باداء فيه قوه بدنيه اكبر، تماسك اكبر، هدفك وثقه اكبر. هدفك الاساسي ايه؟ هدفك الاساسي بطوله افريقيا. طيب بطوله افريقيا انت كسبت افضل 8 انديه في افريقيا، يعني دول الافضل دلوقتي في افريقيا في الفتره الحاليه. عيب قوي انه ما يبقاش الاهلي طرف من اطراف المباراه النهائيه، ما يصحش. انا متفق معاك في أنا في انه مفترض بعد كل اللي تم توفيره. بص من بعيدا بس على يعني على كم النجوم اللي موجود، كم يا جماعه أيوة. كم التعاقدات وجهاز فني متكلف ايه وامكانيات محطوطه، مش عاوز اقول يعني ايه 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 في ايه ايه ناقصهم يعني ايه المبرر يعني عشان تفوز بطوله افريقيا يعني مش يعني مش فرقة مش مرعبة يعني، لا بالعكس ده في أداء وفي شغل وفي روح وفي قوة وفي هدف أنت عايزه هتتعب عشانه، لكن مش أنت مش عايز خلاص أنا مش هتقابلك. فاللي أنا عايز أقول لك إيه؟ مباراتين بتوع صن داونز دول نقطة فاصلة ومفصلية في فوز بيهم، الفوز فيهم والتخطي هيبقى نقطة مهمة جدا 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 جدا. اكمل الجمله بقى لحضرتك يا سؤال، خصوصا المباراه الثانيه هناك. طبعا لا ده المباراه الثانيه دي اللي هتبقى عنوان حقيقي للفريق وادائه طبعا، وترجم كل لا 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 ده مباراه ثانيه، مباراه عاوزه مش عاوزه اقول نبو انت ماشي كده تعمل لها كده، لا ده عاوزه روح قتاليه تسلم، روح قتاليه، عاوزه رجاله في الملعب. انت عندك القدرات يا جماعه، مش عارف ليه احنا افضل فريق حاليا، منتظرين ايه يعني ايه يعني اقول ايه؟ مش قصدي الاداء اكتمل زي ما حضرتك بتقول، انا قصدي اكبر فريق عنده كم من النجوم تسمح له بتحقيق اللي هو عايزه فنيا لو الفريق اجاد ونفذ رؤيه وتعليمات والتاكتكس اللي بيحطها الجهاز الفني. اعتقد ان احنا الاوفر في عدد النجوم في اي فريق. انا بكلمك خلاص انت عندك ايه، لكن انت ايه الفرق بين بينك وبين اي حد؟ لو تفوق عليك يبقى انت السبب، انت اللي اديت الفرصه، تاني كره في ملعب انت انت اللي اديت، بص الجهاز الفني واللعيبه لا انت اديت الفرصه. يعني ما تروحش تقابل صندوق تنزل وانت خايف، ما ده اللي يخوفك على فكره، انك تنزل قدام هنا في القاهره وتبقى انت خايف. على فكره ممكن برضو بعض الناس وهي بتتابع حضرتك دلوقتي يقول احنا متعودين نمشي خطوه خطوه، ايه اللي خلانا نتخطى مباراه الاهلي والزمالك في السوبر؟ انا عارف انا من وجهه نظري انه افريقيا هي الحلم بالنسبه للاهلي وجماهيره طبعا،
مع كامل احترامي لمباراة السوبر المحلي اللي انت لسه فايز بيها في مش عارف 20 سبتمبر ولا 29 سبتمبر اللي فات. طب نتكلم عنها 10 دقايق. نتكلم عنها انا معاك عشان الجمهور ما يزعلش مننا بس تحتهم. خلينا نشوف المباراة وهنرجع. وعلى فكرة المتفق مع حضرتك كتير جدا ان كل الجماهير في كل مكان بتقابلنا بتتكلم عن المباراة اللي جاية بتقول طموحاتها لفريق الكورة والجهاز الفني، شايفين ان كل الجهد المبذول تعاقدات الاختيارات الفنية تطوير الفريق إعادة بنائه النجوم الموجودة فايلر وقدراته بتقول ان احنا مؤهلين وان الكره في ملعب الفريق نفسه دلوقتي المسؤوليه عند الفريق. بس هنرجع للنقطه دي ونشوف حسابات التميز للنادي الاهلي وحسابات القوه عند المنافسين اللي المفروض نتعامل معاها بشكل افضل من النسختين السابقتين من دوري الابطال او الكام سنه اللي فاتوا اللي ما وفقناش فيهم في البطوله الافريقيه. حضرتك شايف ازاي فرص الاهلي وشايف ازاي لقاء القمه في الامارات يوم الخميس بين الاهلي والزمالك؟ سوبر ابو ظبي، سوبر رقم 17، سوبر فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي يضفي على المواجهه مزيد من الاثاره والحماس والقوه، هيخلي العمليه 50-50 روح عاليه منافسه. لما يقول لك انه الفوز على الاهلي ده يساوي بطولتين، بطوله الفوز على البطوله الخاصه والفوز ببطوله، يعني دي تصريحات من مسؤولين في نادي الزمالك. حضرتك شايف ان فوز الزمالك في السوبر على الترجي التونسي يعني اداله قدر من الثقه قبل اللقاء ده؟ اه طبعا. خلى فرص اداؤه انه يكون اداؤه جيد او افضل مما كان لو خسر السوبر الافريقي. لا ده اداله يعني ادى هيخلي فيه حماسه في روح معنويه، يعني كسبنا الترجي ليه ما كسبنا بطل افريقيا؟ خلاص؟ ده الورق وبيقول كده والمنطق اللي اتشاف كسبنا جروب ما نكسبش الاهلي. طموحات الاهلي هنكسب الاهلي ايه؟ طيب يعني طموحات الاهلي وحوافز فريقنا الاهلي بقى عنده. بص حضرتك الاهلي طبعا هيبقى في تحدي جديد لفايلر، لانه فايلر فاجئ الجميع في ماتش سوبر 3-2، يعني ما حدش كان يتوقع واكثر المتفائلين في الاهلاويه لم يكن يتوقع ان الاهلي يكسب السوبر. لو تفتكر ارجع على الثلاث اربع شهور اللي ورا كله كان الزمالك متوهج كمان بعد ما فاز بالكاس كاس مصر امام بيراميدز، عمل برضه مباراه كبيره وكل الكلام اللي اتقال. لكن عايز اقول للي متابعين واللي ممكن يعرفوا، عاوز اقول للاعيبه الاهلي هم نفسيهم، يعني هو الاهلي كاسم عنده ميزه انه في فريق في المواعيد الكبرى، يعني فريق بتاع المواعيد الكبرى، يعني تجد فريق ممكن يدي لك اداء انت ناس مش مقتنع مثلا باداء قدام المصري ويفاجئك باداء قدام الزمالك اداء غير متوقع. المشكله انه فوز الزمالك هنا على السوبر خلى المباراه هتبقى فيها ندية. شد لا نديه وشد وجذب، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عندك كارتيرون درب الاهلي عارف كل صغيره وكبيره، حتى مع كم التغيير اللي في الفريق الاهلي ده تقريبا اللعيبه الجديده. بص هقول لحضرتك حاجه، اللعيبه اللي تم التعاقد معاها في 2019 فتره انتقالات شتويه ثم في اغسطس وفي يناير 2020 90% منهم ما لعبوش مع كارتيرون. لا بيلعبوا دلوقتي بنسبه 90% في الاهلي بالظبط. بس هو عارف بس عارف عارف كلمه السر ولا مش عارفها؟ طبعا دي ميزه لصالحه. طب انا بكلمك اهو عارف كلمه السر ولا دي حاجه الثانيه. الداهيه السويسري خلاص بقى عنده ثقه، يعني ايه هيتعامل عنده ثقه ازاي؟ عارف يعني خلاص من اهل الدار بي فهيعرف يتعامل مع الموقف وعارف قدر وقيمه فريق نادي الزمالك وجماهيريته الكبيره والروح اللي جاي بيها، واكيد عارف ان المباراه بتاعه السوبر اللي فات غير المباراه دي، الوضع مختلف. المره اللي فاتت هم ما شافوهوش وقال لك ده قعد يقولوا عليه فربنا كرمه ووفقه كسب شعبيه عند جمهور الاهلي. المباراه المره دي هيبقى فيها صراع شرس وروح قتاليه في الملعب بين الفرقتين. اتمنى تكون يعني في الملعب، اتمنى يعني ايه بعد الاحداث اللي حصلت بعد مباراه السوبر والفيديوهات اللي اتسربت. هل كان متساويتين يا استاذ محمود؟ انا بتكلمش عن حسابات اداء في مباراه اهلي والزمالك اللي طول عمرها خارج الحسابات وخارج المقاييس وخارج التوقعات وكل شيء فيها وارد. انا بتكلم مع احترامي الكامل لقدرات الزمالك القطب الثاني للكره المصريه ودايما المنافس التقليدي النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت خارج بروح البطوله والانتصار الكبير على الترجي في السوبر الافريقي، ولكن هل حاليا
الاهلي ما عندوش ميزه تنافسيه لصالحه، مع احترامي لبعض العناصر طبعا المميزه الموجوده في فريق الزمالك، لكن هل هي على نفس درجه قدرات المجموعه الموجوده حاليا في الجيل الحالي في الاهلي؟ هل عندهم نفس الوفره من النجوم في الخطوط زي الاهلي؟ اه ولا لا؟ اه طبعا فعلا؟ اه طبعا مختلف مع حضرتك بس اتفضل. لا طبعا الأهلي ده عنده كمجموعه لاعبين او العناصر المميزه بعدد كبير اللي هي بيتقال عليها كي بلايرز شايفه اكتر في الاهلي، لكن هي وجهات نظر حضرتك طبعا رايك مهم جدا. انت بتقول لي موجود عناصر انا ما بعدش، انت بتقول لي موجود عناصر مميزه بقول لك موجود عندهم عناصر مميزه. لا معلش يبقى انا هوضح سؤالي مره ثانيه. هل انت قصدك على العدد يعني؟ متساويتين في عدد، ايه هو مقياسك يا قصدي في عدد اللعيبه؟ ما انا بس ايه هو مقياسك يا ريس لعدد اللعيبه؟ مش بالعدد، انت عندك لاعب واحد ممكن يغير المباراه؟ يغير لك المباراه طبعا. هو مين اللي قلب المباراه بتاعت السوبر افريقي؟ بن شرقي. بن شرقي عمل مباراه طيب. ونادي الزمالك جاب بن شرقي ليه؟ تقدر تقول لي كده؟ لا قول لي يعني جاب الشرقي ونجم ليه؟ عشان دول الاثنين اللي صنعوا هدف فوز خساره الاهلي لدوري ابطال افريقيا في 2017. انا عاوز اجيب حد كسر الحاجز النفسي مع الاهلي عشان يكسر الحاجز النفسي اللي عندي، يعني ده تفكير برضو. انا عاوز اكسر الحاجز النفسي. هو بكى ليه بن شرقي في مباراه السوبر بتاعت 3-2؟ لانه ما عرفش يعمل حاجه. اه في بدايه وتفاجئ لصالح الاهلي. اتفاجئ بالاداء رغم انه عرف يجيب ضربه جزاء يعني ضحك بيها فيها على حمدي فتحي، حمدي فتحي فيها لعب ليبرو مش مركزه يعني. لكن عايز اقول لك ايه؟ الزمالك اه عنده مصطفى محمد تعمل له الف حساب. مهاجم مميز، لعيب عنده قدرات بيتطور من مباراه لاخرى. لا في شغل هيبقى مرهق ومتعب جدا وهيحتاج جهد جدا كبير جدا من دفاع الاهلي. لانه من شرقي من نوع اللعب ايجابي. بص خلي بالك، ادي مصطفى محمد ومن خلفه من شرقي واوباما. وما بيعرف ياخد مناطق وياخد مناطق في الملعب وفي منطقه الجزاء بالذات بيعرف يتميز. في لعيب يتطور جدا اهدافه في نادي الزمالك زيزو. اداء مستوى عامل شغل. طارق حامد على فنجان الساسي. في عناصر خبره او مفاتيح في النادي الاهلي. انت بتبقى يعني من وجهه نظري برضو انه ما زال الاهلي متاثر رغم انه لسه ما اكتمش كنجوميته بغياب حمدي فتحي. حمدي فتحي انت صدقت ما لقيت حته انت بتدور عليك ليها النهارده كام سنه؟ ها؟ 5 6 سنين او 7 سنين بتدور على لعيب ديفندر هداف صانع لعب. فكان لازم يتصاب. كان لازم العينين الحلوه يعني الجميله برضو يعني. لكن انت هو الراجل بيحاول يشتغل عندك طبعا. لا يعني مش عاوز اتكلم، اتكلم على اداء الاهلي وقوته فين، كل الكلام ده معروف. لكن عندك عمرو السلاله لما يكون في حالته، شايف محمود اوتيل هيبقى اضافه جديده، شايف اليو ديانج مكسب كبير طبعا، مكسب كبير من وجهه نظري. رمانه الميزان والقسطى والمعلم محمد مجدي قفشه لما هيكون فايق هيبقى هيعمل الفارق. خبره وليد سليمان في وقت نزوله. عندك يعني طبعا عوده رمضان صبحي لا شك هتديك اضافه اضافه كبيره جدا للفريق. طبعا يعني مروان محسن محتاج يعني محتاج يعني سن التوفيق يعني. يعني عاوز اقول للناس يعني بالراحه يعني بالراحه. في ماتشات مروان بتلقاه موجود فيها وفي ماتشات وهدف واثنين في ماتشات بيحاول وبيجتهد يعني. هو محتاج بس ايه انك انت لان هو حاسس ان نفسه كلها عينيه يعني من بره. ما فيش حسين الشحات برضه محتاج يقف مع نفسه يعني محتاج يعتقد. لا يعني مباراة هتبقى صعبه جدا. مش مساله الاهلي والزمالك مش مساله نجوم بقدر ما الفريق اللي يمتلك هدوء والاداء الجماعي واللعبه السريعه والكره الرشيقه الخفيفه السريعه هو اللي هيخلص واللي هيستفيد من النص فرصه اللي هتتاح. انا يعني بكلمك اهو يعني انت لو لاحظت في مباراه السوبر اللي فاتت الاهلي باخد الزمالك بالكره السريعه لمسه واحده بدت تك تك يعني ايه بتلاقيها لحد 65 او 70 دقيقه من عمر انا بكلمك يعني دي عملت ايه؟ عملت يا ترى ايه اللي في مخيله وفكر فايلر مخبيه لكارتيرون؟ ويا ترى كارتيرون ايه اللي هيفاجئ بيه؟ برضه دي كلها ايه؟ هتبقى في صراعات. كل فريق عنده دوافع، الزمالك دوافعه انه فاز بالسوبر. وجهه نظري دوافع الاهلي هيرد على اللي حصل بعد السوبر. يعني انا وجهه نظري.
يعني التجاوزات اللي حصلت بعد السوبر واللي حصلت امبارح ما كان يجب. دي مش رياضه خالص، مش مطلقه. انت كسبت ماتش او كسبت بطوله افرح وبتع نفسك. عموما انا عمري ما بتكلم عن ماتش اهلي وزمالك من منطلق انه ممكن توقع نتيجته او انه داخل الحسابات او داخل التقييمات، لان دايما المباريات دي في كل جيل وفي كل عصر زي ما حضرتك تابعت دايما كلها دايما خارج الحسابات، وممكن لاعب واحد يحسم وممكن فريق كامل بادائه يحسم. صعب جدا. واحيانا كان الافضل بيكسب واحيانا كان الاقل اداء بيكسب، المهم حسم اللقاء طبعًا. وده اللي بيبقى في التاريخ. وما بنتكلمش عن اي منافس، الاهلي بيحترم وبياخد كل منافسيه بنفس الجديه، بشكل خاص ما يبقى منافس قوي وله تاريخ وله جماهيريته زي الزمالك وعنده عناصر كويسه طبعا بيجمع الاراء زي ما حضرتك قلت. انا بس عندي شويه حسابات متواضعه جدا بتميل الكفه لصالحنا شويه، والله اعلم، والتوفيق الفريق اللي هيكون موفق هيفوز. عندي حسابات عن فريقي بخطوطه الحاليه انه في وفره من اللاعبين اللي لو كانوا في حالتهم يقدروا يغيروا سيناريو المباراه، ان عددهم اكتر في كل خط في الفريق، واتمنى انهم يكونوا موفقين، لكن المباراه ما لهاش حسابات. لا بص، المباراه ما لهاش حسابات ليه؟ لانه بص يعني المباراه في اجواء مميزه في ابو ظبي وطاقم تحكيم اوروبي وكمان الحكم الفار كمان اوروبي، وما عادش في مبررات طبعا، تبقى ارضيه ملعب وروح مختلفه. احنا اهم حاجه عندنا اتكيت، يعني عاوزين ايه؟ عاوزين نخرج من دايره يا جماعه ان احنا نلعب مباراه كوره، يعني بلاش نعمل الحركات والافلام بتاعت بره وضحك الناس عنين، يعني عاوزين رايحين نلعب مباراه كوره. يعني بصوا شوفوا يعني اتحاد الكره السعودي عمل ايه الشهر اللي فات؟ جاب اربع فرق من اسبانيا الدوري الاسباني وعمل سوبر الاسباني، وشوف الجمهور والملعب والناس والمتعه دوليه في الامارات بفريقين كبار من مصر، واللي فايز والمهزوم مهنا الفايز والفايز خد بيد المهزوم. يعني عاوز اقول ايه؟ يعني عاوزين نطلع نقول ليه ما يجيش بكره وبعده يتعرض على نختار الاول والثاني والثالث ورابع الدوري المصري وتعمل بطوله سوبر في مكان، وده كله ده بيبقى لصالح مين؟ مصالح الانديه ولصالح اللعيبه. يعني نستطيع ان احنا نخرج من الكلام ده؟ فعاوز اقول ان احنا المباراه فرصه لتبييض وجه الكره المصريه، ان احنا عندنا يعني عندنا كوره. المباراه نتيجتها ايه فنيا؟ يعني هتقعد تمسك وتحلل فنيا ده هيبقى كلام، لكن اللي على ارض الملعب حاجه واللي في الورق يوم، لانه حاله اللعيبه النفسيه والفنيه يوم المباراه هي الفيصل، هي اللي بتحسم كل حاجه، هي اللي بتحسب. والتوفيق والتوفيق وعدم التوفيق، انت ممكن طرد في اول خمس دقايق يلخبط حسابات اي فريق، يلخبط حسابات، وممكن هدف في اول دقيقتين وممكن تبقى مباراه مقفوله وتنتهي بضربات. صحيح. ركلات صحيح. عشان كده عمرنا بنتكلم عن انا بكلمك فاللي انا عايز اقول لك ايه، كل فريق مدجج باسلحته، والمدرب الذكي هو اللي يستطيع يستخدم سلاحه في الوقت المناسب لانجاز مهمته. خلاص الاهلي عنده روح معنويه، روح المعنويه في ايه متميز فيها؟ في انه هو كاسب الزمالك في اخر مواجهتين دوري وسوبر. الزمالك عايز يرد، شايف انه الفوز بالسوبر الافريقي ده ولا حاجه، غالبيه جماهير الزمالك كده، والفوز على الاهلي يساوي ليست بطوله واحده بل بطولتان. فاعتقد انه كله ده هيبان فين؟ في الملعب. ومن الشحن، هل شحن فني بطاريه فنيا ولا شاحن نفسي وتبقى مباراه بقى نقعد نخبط في بعض ونضرب بعض وعندنا افريقيا المهمه ولا منظرنا كوره هيقدم لا ولا عاوزين نلعب كوره؟ عنده لا، لابد انه اكيد لاعبتين الفريقين هيكون حاسين انهم هيلعبوا الكوره. فالمدرب اللي قرا الفريق الثاني او يعني بخته بلعبه، بخته بتكتيك بلقطه، ما هو هدف، يعني اللي هيبدا بالتهديف هيبقى عنده مشكله. الفريق اللي عنده كمان قدرات انه لما يجي في هدف يعرف يرجع، غير الفريق اللي ما يجي فيه هدف ما يعرفش يرجع. خلي بالك دي برضو ايه؟ طبعًا. دي برضو دي حسابات برضو ايه؟ حسابات الاهلي والزمالك فيها يعني بص يا محمد، بيظهر معدن الفرق الكبيره في العوده. صحيح. انك تمتلك، كان ممكن يبقى فيه يجي فيه الجول والتاني وتعرف ترجع 3-2 او ترجع 2-2 او ترجع 4-2. يعني عاوز اقول لك ايه؟ دي بيبان على قدرات اللعيبه الفنيه والذهنيه وثقتهم في انفسهم، وان هم عارفين هم بيعملوا وممكن ايه. العكس، ممكن الفريق يدخل مرمى هدفين في مباراه بطوله او مباراه مهمه فينهار تماما، ويصاب اربع اهداف وخمس اهداف وخلاص يبقى اليوم مش يوم. يعني بس اللي حضرتك قلته هو افضل عنوان لهذا الامر، ان بنتمناها مباراه تليق بالفريقين الكبيرين. طبعا ده اهم حاجه على فكره، عدد حجم بعيد عن اللي حصل. يعني انا حزين على انه لما يبقى في لعيبه كبيره في نادي الزمالك تعمل الكلام ده، غلط الكلام ده، غلط انك انت تحتك بالجمهور. يعني
حتى يعني عاوز اقول لك ايه، يعني حتى لو كان الكلام ده من جانب بعض من لعيبه النادي الاهلي هيبقى امر مرفوض ومش مقبول على الاطلاق، وغير واجب ان اللعيبه تنفعل مع الجمهور في تصرفات. الجمهور ليه حسابات تانية، جمهور جماهير بتكيد لبعض، لكن لعيبه في الملعب المفروض تطلع تخرج، لانه البعض بيستخدم هذه الاشياء وبيعمل منها فتنه وبيعمل فيها. احنا تعبنا بقى من الفتن، صحيح يعني تعبنا من الفتن ومن التعصب ومن التعصب. يا جماعه يعني ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا. عايزين مباراه، حضرتك قلت عايزين مباراه ممتعه، مباراه كوره، الناس تقول زي مباريات اوروبا اللي بنشوفها. بص حضرتك، عاوزين مباراه كوره تليق بان احنا نقول احنا عندنا كوره، عاوزين نقدم اطار فني على مستوى يقول الفرقتين دول يستحقوا ان هم يبقوا ابطال افريقيا. صحيح. يعني ايه يا دوب حساب كل العيون ها بتتابع، يعني صن داونز هتلاقيها عندك في الامارات وراك في كل حته، وهنا متابعك هنا. الترجي خلاص بقى ماشي مثلا مع الزمالك، وبقت قضيته الاساسيه مباراتينه مثلا اللي جايين. فاللي انا عاوز اقول ايه، عاوزين نخرج من تبقى مباراه مواجهات الاهلي والزمالك مش بكل الحسابات المعقده، وتليق بمستوى مباريات كوره، يعني مباراه 90 دقيقه وانتهى، اللي فاز فاز واللي خسر خسر واللي تعادل تعادل وكل واحد يبص. هنرجع لدوري ابطال افريقيا سريعا، نتمنى طبعا مباراه السوبر تكون مباراه قمه في الاداء وقمه في التنافس الحقيقي على مستوى حجم النجوميه والنجوم المؤثرين الموجودين، زي ما قال ناقدنا الرياضي الاستاذ محمود صبري، في صفوف الفريقين الاهلي والزمالك. وعلى قدر استضافه طبعا الامارات العربيه الشقيقه لهذه المباراه، مش اول مره تستضيف الامارات هذا اللقاء في التفاف جماهيري مصري ضخم واماراتي بهذا حدث واهتمام اعلامي في انظار وكالات انباء ووسائل اعلام دوليه بتتابع هذا اللقاء وبتنظر لاكبر فريقين في افريقيا بحكم تاريخهم ورصيد بطولاتهم الاهلي والزمالك. ان شاء الله يكون اللقاء على قدر كل عوامل التمايز الموجوده وحجم النجوم الموجودين اللي بيعبروا عن مستوى الكره المصريه، والتصرفات تكون فيها رقي وفيها تصرفات تليق او اداء يليق طبعا كرويا وجماهيريا وتنظيميا والتزام وسلوكيات واخلاقيات تليق بمستوى النجوم واسم اكبر نجوم الكره المصرية الموجودين في الفريقين. وإن شاء الله نتمنى بالتأكيد يكون الفوز حليفنا في هذا اللقاء. سؤال أخير لناقدنا الرياضي الأستاذ محمود صبري، آخر الأخبار اللي وصلت إلى حضرتك وكل ما أثير من اجتهادات حول مطالب النادي الأهلي، وطبعا مطالبه اللي قلنا أنها مشروعة باستضافة استاد القاهرة للمباراة المهمة يوم 29 بإذن الله أمام سان داونز. نتمنى طبعا أنه يعني استاد القاهرة ده يعني بغض عن يعني احنا يعني كل اساتذتنا اطلقوا عليه استاد الرعب. استاد الرعب لامتلائه بالجماهير، وده كان يعني وش الخير على كره القدم المصريه، لانه شاهد على التتويج باغلب يعني كل البطولات اللي اقيمت عليه. دوري ابطال افريقيا اغلبها منتخبات. لان يكون خبر من حضرتك دلوقتي يعني اعتقد باذن الله تعالى انه الاقرب يعني ان شاء الله المباراه تقام في استاد القاهره بحضور من 30 ل 40 الف متفرج باذن الله تعالى. واعتقد انه في جهد مبذول في الساعات الماضيه من كابتن محمود الخطيب في اتصال بالمسؤولين ولشرح وجهه نظره، وكمان من خلال كمان تدخل وزير الرياضه. اعتقد انه يعني استاد القاهره يا جماعه لما ما استضافش مباراه زي دي، ما استضيف مباراه ايه بس؟ أكيد. يعني اعتقد اتمنى طبعا ان شاء الله، مش كنت اتمنى يبقوا 60,000 و70,000 ان شاء الله، لان ده حلم بالنسبه لك. اذا لم يفز الاهلي او الزمالك ببطوله دوري افريقيا وعادت الانديه المصريه للرياضه افريقيا، لن يعود المنتخب الوطني الى سابق عهد. للاسف وقتنا انتهى، وبشكر حضرتك، احنا تجاوزنا وقتنا بالفعل، لكن كلام مهم جدا. باذن الله يبقى في استجابه من المسؤولين، وعلى ثقه ان في وعي باهميه هذا اللقاء واللقاءات اللي بتمثل فيها انديه مصريه وفي مقدمتها النادي الاهلي الكره المصريه على المستوى العربي او الافريقي او الدولي، والتفاف اكبر قدر ممكن من الجماهير وعوده جماهيرنا لتكون الوقود واللاعب الاول والدافع الرئيسي لفريق النادي الاهلي وللفرق المصريه في ارتباطاتها العربيه والافريقيه، وان تعود الحياه بالفعل بحضور جماهيري ضخم الى استاد القاهره في اللقاء القادم بين الاهلي وصن داونز يوم 29 من الشهر الجاري. بشكر حضرتك على وجودك معنا، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام استاذ محمود صبري. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضراتكم على المتابعه، والى اللقاء.